قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهنئة للمصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربين عن تمنياتهم لمصر بالسلام والأمن والأمان. هذا وقام عدد من أعضاء ومتطوعي التحالف الوطني بتهنئة الأخوة الأقباط في محافظة كفر الشيخ، وقاموا بتوزيع الهدايا وباقات الورود على الأهالي لتهنئتهم بالعيد. كما قام أعضاء التحالف الوطني بزيارة كنائس محافظة الشرقية لتقديم التهاني إلى الأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، بينما قامت هيئة مكتب التحالف الوطني ومتطوعو التحالف بتقديم التهنئة خلال زيارتهم لكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل والشهيرة بكنيسة الملاك في محافظة أسوان بمناسبة عيد الميلاد المجيد.